شافني وانا بجمع كام ورده في طبق البنجر. حلاوة البنجر في كفر الشيخ، وفي الحمول يحلو البنجر، وموسم حصاد البنجر فتحة خير على أهالي الناحية الطيبين. موسم حصاد البنجر. حاج ابراهيم، اخبار البنجر السنه دي ايه؟ نتعشم ان تكون خير ان شاء الله، وهي خير ان شاء الله، لانه قدام حضرتك البنجر حلو اهو، لان الجو كان الظروف البيئيه مساعدانا في ان الجو كان فيه مطر، فالمطر بحسن البنجر. المطر بحسن البنجر. كويس. هو البنجر بتزرع امتى؟ بنزرع ابتداء من شهر 8 وتفضل تزرع فيه لغايه شهر 10. وبنحصد دلوقتي، يعني احنا زارعين كده في 20/8. كويس. بعد 17 بنحصد. 17 بيقعد 17 من 180 يوم ل 210 يوم. الارض اللي هي مكان لب او ذره بتقعد 180 يوم، 6 شهور. مكان رز بتقعد 7 شهور. تزيد شهر. شهر. انها مجهده يعني. لا مش مجهده، بتبقى اساسا الارض بردانه فبتعوز وقت اكتر، والبنجر بياخد فيها نمو اكتر. بس واضح ان عب الحمول وكفر الشيخ ده متخصص في زراعه البنجر، لان نسبه الملوحه في ارضها اعلى. وكل ما كانت نسبه الملوحه اعلى بتديني نسبه سكر افضل. ادي السبب في الملوحه تبقى اعلى تدي نسبه تدي سكر اعلى. سبحان الله. غريبه شويه. لا مش غريبه. ده يعني من حكمه ربنا ان بيحول السكر البنجر الملح سكر. فنسبه الملوحه العاليه في الارض تدي نسبه سكر اعلى. هل نسبه ان السنه دي انتاجيه الفدان اكتر من السنه اللي فاتت؟ نسبيا اكتر. جاي ليه بقى؟ ما هو قلت لحضرتك الظروف اللي هي الظروف المناخيه، المطر الاكتر والبرد الاكتر اداني انتاج افضل. عظيم جدا كده. ده من رضا من فضل الله. الفلاح اللي بيزرع بنجر محظوظ؟ يعني هو انت عارف الفلاحه مناحه. نسبيا محظوظ. يعني اكتر من اللي بيزرع قصب؟ لا انا ما عنديش فكره عن زراعه القصب. لكن البنجر يمكن احنا بنعتبروه احسن محصول شتوي في أحسن بحري. محصول شتوي؟ لان احنا بنزرعش هنا قصب في بحري. احنا بنزرع بنجر. لكن بنزرع بنجر. فهو احسن محصول. انتوا سبتوا القصب للصعيد. الله يرضى عليك. صح. وهم حبايب الصعيد. بأصابهم؟ بأصابهم بمسلمينهم بمسيحيينهم هم على راسي. طيب السؤال بقى، هل البنجر احلى يعني بيدي حلاوه اكتر او يدي سكر اكتر ولا القصب؟ برضو هو البنجر عندنا بيدي لغايه نسبه 21% سكر. انا مش عارف البنجر السكر القصب بيدي قد ايه نسبه سكر. لكن انتوا بالنسبه لكم ده رقم كويس. بلا شك. بلا شك رقم حلو. عظيم. وعايز تقول لي والشباب دولت والستات الطيبات دول اللي بيشتغلوا معاك دول يعني في الناس هنا في العب هنا بيشتغلوا في البنجر على طول؟ في موسم البنجر يشتغلوا في البنجر على طول. في موسم الجمح يشتغلوا في الجمح. في موسم الجني القطن يشتغلوا في جني القطن. كويس. في موسم شتل القرن يشتغلوا في شتل القرن. ناس طيبه. ودي مصدر رزقهم. يعني عايش ده مصدر رزقهم يا استاذ حمدي. عظيم جدا. ربنا يديهم الصحة. ربنا يبارك فيك. كل الشكر. كل الشكر يا عم الحاج. ربنا يبارك فيك. كل الشكر. تعالى بقى. ده دي ناحية. الناحية الثانية برضو اللي بتساعد على حسن المحصول الناس اللي بيجوا يدولها الإرشادات من المصنع. من أول المندوب المهندس. علاقتك بالمصنع إيه؟ نعم. علاقة كويسة مع المصنع؟ علاقة طيبة جدا. لأنهم بيدولها التجاوي من غير ما يدفع فيها فلوس. وبعد كده الارشاد بيوجه اعمل كذا خلي كذا. طبعا ده بيفيدنا.